السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد عبر قناة رشد في حصة جديدة من برنامج منبر الأحرار. اعتبر بغيرك قبل أن يعتبر غيرك بك. ولد الجنرال محمد العماري في 7 جوان 1939 بالجزائر العاصمة. تنحدر أسرته من منطقة بن عزوز في ولاية بسكرة. كان في صفوف الجيش الفرنسي إبان الثورة الجزائرية. تكون في المدرسة الحربية للفرسان سومور بفرنسا. التحق العماري بجيش التحرير الوطني أواخر سنة 1961. تولى الجنرال منصب قائد أركان الجيش للناحية العسكرية من سنة 1970 إلى سنة 1976، وقائد فرقة المشاة الميكانيكية إلى غاية سنة 1982، ورئيس قسم عمليات أركان الجيش الوطني الشعبي إلى غاية سنة 88 و900 و1000، ثم قائد الناحية العسكرية الخامسة قسنطينة إلى غاية سنة 1989. شارك في الانقلاب العسكري سنة 1991، بعدها تولى قيادة القوات البرية إلى غاية سنة 1992، بعدها أدخلت الجزائر في الحرب القذرة ليتولى بعدها منصب مستشار لدى وزير الدفاع الوطني إلى غاية سنة 1993، ثم قائد أركان الجيش الوطني الشعبي إلى غاية سنة 2004، وهي نفس السنة التي أقيل فيها إلى غاية وفاته صبيحة الاثنين الماضي. الجنرال محمد العماري، نتناول بعض ماضي هذا الرجل مع ضيف حلقة اليوم، وهو الأخ محمد العربي زيتوت أحد مؤسسي حركة رشاد، كما سينضم إلي بعد قليل الضابط السابق في الجيش الوطني الشعبي السيد حبيب سويدية. الأخ محمد العربي زيتوت، هل أنت معي؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار مجددا. بداية، لعله هناك شيء جديد بخصوص ملف الدكتور مراد هنا، هل هذا صحيح؟ نعم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. بالفعل هناك الجديد، ويتعلق أن قاضي فرنسي رفض الذي نظر قضية الإفراج المؤقت. كنا قد تقدمنا بطلب الإفراج المؤقت لأنه ينطبق تماما على أخينا الدكتور مراد هنا، فالمحامي تقدم إذن، أو المحامين تقدموا بهذا الطلب وقبله قاضي الذي نظر في القضية، ولكن يبدو أن الحكومة الفرنسية تدخلت بشدة، فلقد بلغنا أن وكيل الجمهورية ضغط بشدة على قاضي الحكم، والذي قال انها مقبوله من حيث الشكل، اي طلب الافراج، وانها مضمونه، ولكن ان وكيل الجمهوريه يرفض اطلاق سراحه، ومن ثم رفض في نهايه المطاف اطلاق سراح مؤقت واضح اليوم بما لا يدع مجال للشك. حاولنا قدر الامكان، وحاول الكثيرين، ان نقول ربما هذا مصر قضائي، ونحن نعرف منذ اليوم الاول انه كانت قضيه سياسيه، ولكن يبدو اليوم أن تواطأ الحكومة الفرنسية، تواطأ فرنسا الرسمية مع الجماعة الحاكمة في الجزائر، يبدو أنه لم يعد له أدنى مجال للشك، وواضح أن فرنسا الرسمية تدعم عملائها وتدعم من كانوا يوما وما زالوا في الحقيقة يدعمون الاقتصاد الفرنسي ويدعمون السياسات الفرنسيين، تدعمهم هي أيضا في الجزائر على شاكلة ادعمني ادعمك، والله شيلني شيلك، والله عاونني نعاونك. واضح ان القضيه اذا هي قضيه سياسيه بعيده عن اي كلام على انها قضيه قضاء. واضح ان الدكتور مراد هنا يدفع ثمن تواطؤ فرنسي رسمي مع الجماعه الحاكمه في الجزائر. نتمنى الافراج العاجل للدكتور مراد هنا. ارجع معك الاخ محمد العربي زيتوت بخصوص موضوع الحلقه، وهو وفاه الجنرال محمد العماري. توفي الجنرال محمد العماري يوم الاثنين الماضي بوعكة صحية ببسكرة بمستشفى محمد زيوش بمدينة طولقة. دعني بداية أبدأ معك، من يكون الجنرال محمد العماري؟ دعنا نقف بداية مع المرحلة ما قبل الاستقلال الجزائري، يعني ماذا كان الجنرال محمد العماري؟ ما كان دوره أبان الثورة التحريرية؟ هل شارك في صفوف في حرب التحريرية بجانب صفوف الإخوان، بجانب صفوف الجيش التحرير الوطني، أم ماذا بالضبط؟
يقال رسميا أن محمد العماري من مواليد 1939، وإن كان هناك من يشكك في هذا التاريخ ويعتقد أنه ولد قبل هذا التاريخ بسنتين أو ثلاثة، ولكن سواء كان هذا التاريخ صحيح أو كان تاريخ ولادته في سنة 36 أو 37 هو الأصح، فإن محمد العماري يبدو أنه انضم في نهاية 55 حسب بعض الأقوال وفي بداية 56 حسب أقوال أخرى إلى مدرسة تكوين الضباط المدفعية أو الفرسان كافاليري في الحقيقة في فرنسا، في بالضبط في مدينة سومور، وظل هناك في تدريب ربما لسنة أو سنة ونصف ليلتحق فيما بعد بالجزائر ويعمل في الجزائر. والواقع المرير حقيقة وهو الذي اعترف به أنه قال أنه حارب في معركة الجزائر، وأنه عندما سألته صحيفة أو أسبوعية لوبوان الصادرة في 17 جونفي 2003 فيما أذكر، قال نعم شاركت في معركة الجزائر وأنا ضد التعذيب، فلقد شاهدته بعيني ولا أتمناه مرة أخرى. وعندما نعلم أنه انضم إلى جيش تحرير الوطني أي إلى الثوار سنة 61، فهذا واضح من أنه يعترف بصراحة من أنه كان يقاتل مع الفرنسيين في الثوار الجزائريين، يقاتل في إخوانه الجزائريين لكي تبقى الجزائر فرنسية ولكي تبقى فرنسا من دنكيرك إلى تمرس قطعة أو جزء لا تتجزأ، كما كان معروف في الدستور الفرنسي كانت الجزائر جزء لا تتجزأ من فرنسا. ظل كذلك إذن وانضم إلى جيش الحدود في المغرب في نهاية 61، الاعتقاد أيضا الأكبر أنه انضم في نوفمبر أو ديسمبر 61 أي شهرين أو ثلاثة قبل توقيع اتفاقية إيفيان ووقف إطلاق النار في 19 مارس 62. يعني الاخ فقط الاخ محمد العربي يعني لم ينضم داخل في لم يصعد للجبال في داخل الجزائر، يعني انضم الى جيش الحدود. ابدا ابدا لم ينضم الى لم يدخل الجزائر الا على دبابات التي زحفت على الجزائر العاصمه في نهايه جويليا بدايه اوت، عندما زحف جيش الحدود بقياده العقيد هواري بومدين، وكان العماري احد الضباط الصغار معه، مثل ما كان نزار، حقيقه نزار يروي ذلك ايضا في مذكراته كيف انهم كانوا يزحفون بالمدافع والدبابات على من تونس ومن المغرب للوصول الى العاصمه ولاستلام الحكم بقوه الدبابه. اذا العماري انضم في الحقيقه في نهايه 61 عندما كان بيير ميسمير وزير الحربيه انذاك، وزير الدفاع الحربيه يسمى وزير الدفاع، يشجع الضباط الذين اشتغلوا مع ضباط الجزائريين او صف الضباط، لانه في الحقيقه كان كابورال كان كابران، كان يشجعهم على الانضمام الى الدولة الوليدة لان الجزائر ستاخذ استقلالها. كان هذا التشجيع قد بدأ منذ تقريبا حسب كثير من الاقوال منذ وصول ديغول في 58، ولكنه تضاعف مع سنة 60 و61. وكهكذا مثلا انضم الجنرال محمد تواتي، انضم اخرون كثيرين، انضموا حتى في الربع ساعة الاخير للثورة كما يقال. ما يعني الأخ محمد العربي زود كان يشجع، أي معنى أنهم أرسلوا لاختراق الثورة ماذا؟ نعم، الفرنسيين في لحظة معينة فهموا أن قضية استقلال الجزائر هو حركة التاريخ، بمعنى أنه حاجة لا يمكن مهما كان لا يمكن وقفها. عندما فهم الجنرال ديغول ذلك أراد، وله مقولات شهيرة حتى الناس تقولها في جزائريين يقولونها والرأي العام يعبر عنها سواء كانت دقيقة أم تنقصها بعض الدقة، ولكن جزائريين كانوا دائما يقولون أن لديغول مقولة بعد 30 سنة سنعود من جديد، قال هذا الكلام في 62 ويبدو أن تحقق ذلك بالضبط عندما وقع انقلاب 92. أيضا معروف أن ديغول له مقولة شهيرة يقول خرجنا وتركنا كثير من الأنصار، ومقولة أخرى خرجنا وهناك بيض الجراد، أي أن الجراد خرج، كان يقول أن الجراد خرج يقصد بهم الفرنسيين والمعمرين، وتركنا بيض الجراد وهو أخطر وأهم بالنسبة لمصالح فرنسا. مقولات كثيرة لكثير من المسؤولين الفرنسيين التي أثبتت في مذكراتهم أو في تصريحاتهم من أنهم تركوا بعض ممن يؤمن بفرنسية الجزائر وبتبعية الجزائر لفرنسا. جميل.
تقلد بعد ما نقول نتجاوز تلك المرحلة أن استقلت الجزائر إلى غير ذلك، تقلد عدة مناصب إلى غاية سنة 1988، وبالضبط كان يشتغل رئيس قسم عمليات أركان الجيش الوطني الشعبي لغاية سنة 1988. المعلوم أن تلك السنة 1988 معروف لدى القاصي والداني أحداث أكتوبر، مظاهرات أكتوبر 1988 التي خرج فيها الشباب ينادوا بالحرية، ينددون بالحجرة. ما كان دور بالضبط دور الجنرال محمد العماري في تلك الأحداث؟ هل كان دوره قمعي أم ماذا بالضبط؟ حتى هذه المظاهرة وصفها البعض، وزير من الوزراء آنذاك وصفها بأنها كانت عبارة عن صراخ الفتيان. نعم، في واقع الأمر محمد العماري مثل كثيرين من الذين اشتغلوا داخل الجيش الفرنسي، من الذين كانوا يقاتلون الثورة الجزائرية من أجل أن تبقى في الجزائر الفرنسية، كثيرين مثله. إذن تمت ترقيتهم ووصلوا إلى رتب عقيد وجنرال مع منتصف الثمانينات، ولعل من بين أشهر هؤلاء خالد نزار، العربي بالخير، جنايزية، وآخرين كثيرين. هو السؤال الذي إلى يطرح رتبة نفسه عقيد. الأخ محمد العربي، نعم، وقبل أن ألوش في موضوع الأحداث في أكتوبر، يعني كيف وصل هؤلاء إلى من صف ضباط أو من إلى غاية حتى عقداء في منتصف الثمانينات، كيف وصلوا إلى هذه الرتب بالضبط؟ اختصارا اقول لك، في واقع الامر ان رئيس بومدين عندما استولى على الحكم بدبابات في 62 لم يكن لبومدين تلك الاهميه الكبرى داخل الثوره الجزائريه، كان هناك كثيرين اهم من بومدين من صنع الثوره حقيقه، ولكن مع ذلك كان بومدين يعتبر من العقداء، وكان يريد ان ياخذ الحكم ولم تكن له الشعبيه لكي يتمكن من ذلك، ولكن زحف بالدبابات على الجزائر واخذها بالقوه كما نعرف، ونصب بن بله في 63 رئيسا للدوله مع دستور 63 ايضا، وطبعا تم الانقلاب على الحكومه المؤقته بقياده يوسف بن خده انذاك وحل المجلس، وهنا انطلق الصراع حيث حمل ايت احمد واخرين السلاح وقاتلوا بالسلاح، بينما اضطر اخرون للفرار، منهم محمد بوضياف مثلا الذي فر الى المغرب، ومحمد خيدر وكريم بالقاسم، وكلاهما قتل فيما بعد، اغتيل فيما بعد، واخرين سجنوا، واخرين قتلوا، واخرين نفوا. ولكي يستلم بومدين العقيد بومدين الحكم مباشره سنه 65، بومدين لم يكن له تلك الشعبيه الكبيره، وكان يقول، لان محمد شعباني مثلا الذي اعدم سنه 64 واتهم وكان أصغر عقيد في تاريخ الجزائر وفي تاريخ الحركات التحررية آنذاك، عارض بومدين بشدة وقال لا نريد من كان ضابط عند فرنسا أو صف ضابط أو جندي أن يدنس شرف جيش التحرير، نضع هؤلاء الجزائريين نعفو عنهم ونتركهم يذهبوا إلى خدمة المدنية، ولكن لا يدخلون للجيش، نريد أن نطهر الجيش. وكانت مقولة بومدين الشهيرة: من الطاهر ابن الطاهر الذي يريد أن يطهر الجيش، مقولة شهيرة قالها في سينما لا ماجستيك إذا كنت أذكر جيدا في باب الواد في 63 أو في 64. هذا طبعا جلب على شعباني الذي كان تقريبا هو الشخص الثاني داخل الجيش بعد بومدين، جلب عليه نقمة بومدين ومن معه، ونقمة هؤلاء الذين اعتقلوه وأعدموه في محاكمة سورية، وكان الجنرال كان العقيد بن شريف، أحمد بن شريف الذي أصبح فيما بعد عقيد ورئيس للجندارم ورئيس للدرك الوطني لمدة 16 سنة من 62 أو 63 إلى 78، هذا كان حذر المجموعة التي تقوم بالإعدام لمحمد شعباني حتى قبل أن يحكم على محمد شعباني بالإعدام. أيضا العقيد أحمد بن شريف كان ضابط لدى الجيش الفرنسي. إذن هؤلاء في واقع الأمر كان لهم إمكانيات علمية أو تدريبية، واستعان بهم بومدين لكي يثبت حكمه ضد ثوار آخرين، ونعرف أنه حدثت محاولات انقلاب أشهرها محاولة الطاهر الزبيري، ولكن أيضا محاولة الرائد ملاح وآخرين ومحاولات أخرى. لكن بومدين رحمه الله توفى في 78 وعمره 46 سنة آنذاك، ولم يستطع أن يتحكم في هؤلاء. بعد وفاة بومدين هؤلاء يمسكون بالأمور بقوة، خاصة عن طريق العربي بالخير الذي أصبح يعرف فيما بعد بصانع الرؤساء، وهو زعيم هؤلاء، وهو الذي مكنهم من الوصول إلى المناصب العليا، لأنه كان الشاذلي بن زيد يثق فيه ثقة عمياء، وسلمه إدارة البلاد تقريبا كلها
كان العربي بن خير هو الذي يديرها، ونعرف أنه قد هلك قبل سنتين أو ثلاث. نعود إلى موضوع أحداث أكتوبر، ماذا كان دور بالضبط الجنرال محمد العماري، لأنه كان يشتغل رئيس قسم عمليات أركان الجيش الشعبي الوطني؟ نعم، هو الذي أدار، ومن الأقدار أنني كنت أؤدي في الخدمة العسكرية آنذاك في منطقة تسمى لاغارني زاندالجي، وشاهدت بعيني أشياء كثيرة، لأن لاغارني زاندالجي هي التي كانت المقر العملي الأوبراسيونيل كما كان يسمى لإدارة أحداث 5 أكتوبر أو مواجهة 5 أكتوبر، وكانت عين نعجة هي المقر التنسيقي. كان محمد العماري هو مسؤول التنسيق بين القوات وبين الأجهزة المختلفة، شرطة، درك، جيش. نعرف أن الجيش آنذاك كانت هناك حالة انحسار لإطار ديكسيبسيون، وكان شادي بجديد سلم الأمر للجيش لمجموعة من الجنرالات منهم خالد نزار، وكان العماري وكان عقيدا آنذاك هو الذي قاد عملية التنسيق بين كافة الأجهزة، أي أنه هو كان المسؤول الثاني بعد مجموعة الجنرالات هؤلاء على الأعمال على الأرض، وهو الذي أيضا تعود مسؤوليته ويتحمل مسؤولية كبيرة جدا في قتل مئات من الجزائريين. أقل شيء هو 500، وهناك من يعتقد أن العدد ربما وصل إلى 1000، وجرح عدة آلاف، كما نعرف أن هناك آلاف عذبوا في أحداث 5 أكتوبر، وهناك كتابات حول هذا الموضوع كثيرة، وإن كان لم يكن اسمه يظهر كثيرا لأنه كان قوي وكان الناس تخاف منه، صحفيين كثيرين لا يحبون ذكر اسمه، بينما ذكر أسماء آخرين ممن شاركوا في قمع أحداث 5 أكتوبر الشهيرة. أنتقل بك إلى سنة 1990 إلى غاية 1992، تقلد منصب قائد القوات البرية. هذه الفترة طبعا 90 إلى 92 يعني فترة حساسة مليئة، عاشت الجزائر انفتاح وطني، ما لبث أن انفتاح ديمقراطي، ما لبث أن تم الانقلاب عليه. ما كان دور بالضبط الجنرال محمد العماري في تلك الفترة؟ في تلك الفترة في الحقيقة هو فقط في الأشهر الأخيرة الذي استلم فيها قائد القوات البرية بعد استقالة الجنرال زروال، وأهم شيء قام به هو أنه كان من أكثر المتحمسين ومن أشرس المتحمسين لعملية الانقلاب. الانقلاب طبعا معروف، قاده مجموعة من الجنرالات، هو لم يكن جنرالا آنذاك فيما أذكر، كان لازال يحمل رتبة عقيد، لكن كان من أشرس المتحمسين لعملية الانقلاب. الذين قادوا الانقلاب معروفين هما خالد نزار، جنايزية، العربي بن خير، محمد تواتي، محمد توفيق، محمد اسماعيل العماري، ولكن هو كان من اكثر المقربين منهم ايضا، ودخل بقوه ومباشره بعد ذلك تم ترقيته فيما اذكر لرتبه جنرال، واعطي بعد الانقلاب اعطي قياده القوات الخاصه. القوات الخاصه كانت تتشكل، شكلت فيما اذكر في شهر مارس او ابريل، وتقلد القوات الخاصه، كانت عددها وصل في فتره معينه الى 50,000 شخص، من أكثر القوات كفاءة داخل الجيش والشرطة والدرك، وقادها محمد العماري فيما عرف بالحرب على الجماعات الإسلامية أو الحرب على الإرهاب، ولم تكن إلا حربا في واقع الأمر على المجتمع وعلى الدولة وعلى الشعب. هناك حادثة بالغة الأهمية في هذه الفترة، وهو أنه الرئيس محمد بوضياف رحمة الله عليه طرد محمد العماري في أبريل 92 من المنصب الذي كان يقوده وهو قائد قوة الخاصة لنتيجة لخلاف شديد، حيث تهجم عليه محمد العماري وتعامل معه بشدة، فما كان من محمد بوضياف وهو الرجل والزعيم الثوري والتاريخي إلا أن يطلب تنحيته من مناصبه كلها، ولكن قام خالد نزار بمحاولة لإقناع بوضياف بقبول بأنه يطرد من منصب قائد قوات خاصة، ولكن يحصل فيه كمستشار لدى وزير الدفاع. كثيرين يعتقدون أن من أسباب اغتيال محمد بوضياف هي هذه الواقعة، وخاصة أن عرف محمد العماري فيما بعد من أنه كان متجبرا وكان غليظا وكان دمويا بكل الأشكال. هناك من يعتقد أن أحد أكثر التفسيرات التي عجلت، لا أقول هي السبب الوحيد، ولكن ربما هي من بين الأسباب التي عجلت باغتيال محمد بوضياف هي هذه الواقعة، وهي طرد محمد العماري وإقالته من مناصبه وإقالته خاصة من قيادة القوات الخاصة. بعد ذلك يتقلد هو منصب من 92 أو بعد من سنة 93 يتقلد منصب
بعد ما كان مستشار لدى وزارة الدفاع لدى جنرال خالد نزار، يتقلد منصب قائد الأركان لجيش الشعب الوطني منذ 93 إلى غاية إقالته. أنتقل، رجاء أن تبقى معي الأخ محمد عربي زيتوت، أنتقل لأتحدث على هذه الفترة 93 94 95 التي كانت أكثر دموية. أنتقل إلى عبر خدمة سكايب الضابط السابق في جيش الشعب الوطني السيد حبيب السويدية، أول من أو يعتبر من أوائل من أدلى بشهادته أمام أروقة المحاكم حول ما جرى في تلك السنوات وما حقيقة ما جرى في تلك السنوات بالضبط. سيد حبيب السويدية، أنت معي. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. عليكم السلام، صحيح، بارك الله فيك. أناديك بالضابط أو أناديك بالسيد كما شئت. لا سيد ولا ضابط، أنا زيد، مواطن جزائري. الضابط حبيب السويدية، أنت كنت ضابط سابق في الجيش الجزائري، تم استدعائك للحاق بالفوج 25 للاستطلاع سلاح قوات خاصة بالجزائر في بني مسوس، حينما تم إنشاء المركز التنسيقي لمكافحة أعمال التخريب. يعني دعني أبدأ معك حواري من بداية إنشاء هذا المركز إن صح التعبير. ما حقيقة بالضبط هذا المركز، ومن كان يتولاه؟ من كان يتولى هذا المركز؟ من كان يتولى إدارته بالضبط؟ السلام عليكم، السلام على المشاهدين. أولا المركز تم تكوينه وأعطت القيادة العسكرية، أعطتها الجنرال المتمثلة للوقت ذاك في وزير الدفاع خالد نزار، أعطت قيادة الفرقة، فرقة مكافحة الإرهاب، لأن كنا في الجيش كنا نسمو فيها فرقة. أعطت الفرقة هذه قيادة الفرقة هذه للجنرال ماجور محمد العماري. كان الوقت هذاك جنرال ماجور، وسون ادجوان يسمى سون شيف ديتا ماجور، الجنرال ماجور ابراهيم فضيل الشريف. وتم تكوين هذه الفرقة من عدة وحدات عسكرية. أنا يعني في الكتاب كنت أصدرت وثائق رسمية للجيش الوطني الشعبي، وفي الوثائق هذه كاين وثيقة في آخر فلانكس تاع الكتاب، موجود كل أسماء الوحدات من القيادة، يعني من القيادة محمد العماري اللي كان اسمه في اسمه موجود في الحرب القادرة في فلاليس هذه، موجود باسم فوزي، لو عندك الكتاب تقدر تطلع عليه. هو وكل كان الاسم او كان الرمز او كان الكود هو فوزي بالضبط. الكود تاعه كان فوزي، واسمه وابراهيم فوزي الشريف هو عزيز. هذوما لي كود، يعني هما في بالنسبه للجيش هي هما دي نون دي كود تاع الكوماندون، لو سي دي تي يسمى الكوماندون دو سي سي الاس محمد العماري، والنائب الاول تاعه هو ابراهيم فضيل الشريف. وبعد تجد عده كل الوحدات الخاصه ووحدات المشاة اللي كانت مجتمعه كامل في الفرقه هذه. من بين الوحدات هذه كان الوحده اللي كنت موجود فيها انا، وهو الفوج 25 للاستطلاع، فيه الفوج الرابع ميضلي، الفوج 12 ميضلي، الفوج 18 ميضلي، وعده افواج واحده اخرى. القيام تاعهم تاع القوه هذه ابوبري يعني لحقت ال 15 ألف شخص او عسكري، يعني بطبيعه الحال يعني كي تجمع معاهم، لانها كي تجمع معاهم وحدات يعني وحدات المخابرات اللي كانت موجوده مثل الجيس، الجروب دانترفونسيون سبيسيال، وجماعه السي بي يو تاع شاتو نوف نتاع بن عكنون وشاتو نوف، وايضا بعض الوحدات للشرطه. يعني هذه الفرقه كانت يتراسها الرئيس الاول لهذه الفرقه كان محمد العماري. واحنا في الوقت في الوقت هذاك، يعني المهمه تاعنا كانت، انا كضابط يعني كنت ضابط، وبعض الضباط اللي كانوا معايا في الجيش كنا نعتقد بان كانت مهمتنا حماية الشعب الجزائري، ولكن بعض الأوامر التي كانت تصدر على محمد العماري وابراهيم فضيل الشريف والضباط الآخرين يعني من القيادة، يعني كانت بعض يعني الأوامر إجرامية، يعني
واحد ما أولا كجزائري الهدف من إنشاء أصلا المركز التنسيقي هو بالضبط ماذا كان؟ هو في الأساس هو مكافحة الإرهاب أو ما يسمونه الإرهاب أو التخريب. هذا هو الأساس الأول لتكوين هذه الفرقة، واللي تكونت وأعطوها الاسم هذا لوسيسيالاس. يعني في المهمات العامة لهذه الوحدات هو مثلا هو يعني إجراء تفتيش، ديراتيساج، يعني عمليات تمشيط، عمليات اعتقالات، عمليات يعني ديباراج كما دي اون فرونسي. يعني هذه تدخل في هذه نقاط تفتيش. نعم نقاط تفتيش. يعني كانت هذه عمليات يعني تقدر تدخل في الحالة العسكرية اللي كنا العمليات العسكرية اللي كنا نقوم بها الوقت هذاك. ولكن مع تطور الأمور وتطور العمليات اللي كانوا يقوموا بها بعض الجماعات الإسلامية يعني المختلفة الوقت هذاك، يعني وقعت لنا عدة ضحايا وعدة. يعني الجيش الوطني الشعبي ما كانش يعني في حالة استعداد تام يعني للعمل تاع الشرطة وتاع الدرك. يعني بالطريقة هذه دخلنا شيء فشيء في حرب، يعني ما كنا نسميه بعد ما سميتها الحرب القذرة. الأخ الضابط حبيب السويدية، الكتاب عندما طلعت على الكتاب كانت صفحة الكتاب فيها صور للجنرالات من بينهم الجنرال محمد العماري، والعنوان الكتاب كان الحرب القذرة، فأود أن أعرف فقط ما علاقة الجنرال محمد العماري حسب ما كتبته أنت بهذه الحرب. يعني على سبيل المثال أنت كنت ضابط وكنت تابع لهذا المركز الذي كان بقيادة الجنرال محمد العماري، مثلا ما هي الأوامر التي كانت تأتيكم من الجنرال محمد العماري؟ أخي العزيز، أولا يعني أولا قبل كل شيء، احنا كنا في الجيش كنا نسمو فيه لكانت الدولة الأموية كان عندها قائد يسميه الحجاج بن يوسف. فاحنا في الجزائر عندنا محمد العماري، وكنا نسمو فيه في بعض الضباط في الوقت هذاك في 93 و94 كنا نسمو فيه حجاج الجزائر. لماذا حجاج الجزائر؟ لأن أول أمر من بين الأوامر التي أعطاها لبعض الجنرالات، خاصة الجنرال بايس سعيد، هو بإحضار رأس ملازم في الجيش الوطني الشعبي كان قد فر والتحق بالجماعات الإسلامية. ولما تم اعتقاله تم قطع رأسه من قبل بعض صف الضباط اللي كانوا متواجدين في القوات الخاصة، الفوج الرابع مظلي، وداوا له الراس تاعه حتى لوزارة الدفاع، يعني العين النعجة. يعني ابتداء من هذا الوقت اصبحنا نسموه فيه الحجاج، هو حجاج. يعني كيف لضابط في الجيش الوطني الشعبي وكقائد للجيش الوطني الشعبي ان يستعمل طريقة قطع رؤوس الناس؟ من ذلك الوقت اصبحت الرؤوس تقطع في الجزائر. يعني كيعطى هو الامر، يعني من ذلك الوقت كان أصبح كل الضباط وفي كل العمليات العسكرية التي كانت تجرى في الجزائر وفي جبال المتيجة خاصة، كانت هناك بعض الاعتقالات، كانوا الناس يعتقلوا ويتم قطع رأسهم وحتى إعدامهم في الجبال وحتى في المنازل تاعهم. يعني ذلك الوقت انتشرت الظاهرة، ظاهرة قطع الرؤوس. أصبح يؤمر الضباط بتقطيع الرؤوس وإحضارها له، وهذا بعد أحد العمليات. يعني في كل العمليات كانت تجرى هذه العملية، يعني سواء كان ضد إسلاميين أو ضد إرهابيين. يعني من بين المقولات تاع الجنرال محمد العماري، هو وش يقول يعني باش نترجمها لك للعربي لأنه مكتوبة بالفرنسي في الحرب القذرة: هؤلاء يريدون الذهاب إلى الجنة، خذوهم بسرعة. يعني بالعربي يعني ces gens veulent aller au paradis, qu'on les y emmène et vite. هذه من بين الأقوال المشهورة اللي كانت معروفة الوقت هذاك في الجيش وفي صفوف الضباط. كانوا يستعملوا التصريح هذا تاع محمد العماري. يعني حتى يعني كيف يتم قتل جزائريين وأخذهم إلى الجنة؟ يعني تقتل أبرياء
هناك نساء تم اغتصابها في الجبال، هناك أطفال تم حرقها في الجبال، هناك ضباط وصف ضباط كانوا في الجيش تم قتلهم في الجبال وحتى في مراكز التعذيب. هذا هو محمد العماري اللي اليوم الناس يجيو وحتى في الصحافة الجزائرية يجيو باش يقولوا لنا باللي هو إنسان، هو إنسان بطل وأحد رجال الشعب الجزائري. ضابط حبيب سويدية، هل كانت تصفيات، يعني من كان يخالفه؟ هل مثلا حدث ضباط كبار خالفوه مثلا في رأي وتم تصفيتهم مثلا؟ يعني كان هناك الجنرال سعيد فضيل، الجنرال هناك ايضا جنرال تم قتله امام وزارة الدفاع. يعني الوقت ذاك ما كانش عنده حراسة فردية وتم قتله، لانه كان من الجنرالات الوطنيين، اسمه الجنرال بوتيغان، او معروف في صفوف الجيش الوطني الشعبي. تم قتله بطريقة بشعة في 93 على ما أظن، إذا كانت يعني الجنرال بوتيغان هذا معروف في الجيش الوطني الشعبي، وبعض الضباط وكثير من الضباط يعرفونه. يعني الجنرال سعيد فضيل تم ثنا إقصاؤه، يعني تم إقصاؤه أولا، ثم بعد ذلك تم القضاء عليه في حادث مرور كان طالع من ورقلة إلى الجزائر العاصمة. هناك الضباط عندنا اسماء تاع اكثر من 100 ضابط، يعني تم قتلهم واعتقالهم وقتلهم، وهما كانوا من الضباط المعارضين للانقلاب 92 والعمليات القتاليه اللي كانت تدار من طرف الجنرال اسماعيل العماري، وخاصه الجنرال ابراهيم فضيل الشريف وبعض الجنرالات. يعني مانيش اليوم انا مانيش باش لان اسماء الضباط هذو معروفين، ولكن انا جيت نتكلم على محمد العماري نفسه وعلى الاعمال التي كان يامرنا ويامر الوحدات العسكريه بالقيام بها ضد المواطنين وضد العزل. يعني من بين يعني هل بعض أنت، الاعمال، نعم تفضل تفضل، أنا كنت أسألك عن هل أنت كنت شاهد عيان في عمليات تم أمركم بها من طرف الجنرال محمد العماري؟ يعني عندما الجنرال يأمرنا هو وقادته بعدم أسر أي إسلامي أو مسلح وقتله في الحين، يعني قتله في الحين، خاصة في عمليات التمشيط التي كانت تقوم بها هذه الوحدات. يعني وأنا كنت موجود في بعض العمليات اللي كنا نقوم بها في سواء في الشريعة ولا في المدية ولا في الشفة ولا في الخضرية ولا حتى في الزبربر. يعني كانت تقوم بها الوحدات هذه الموجوده والمذكوره، الاسماء تاع الوحدات تاع القياده تاع الوحدات هم موجوده والاسماء تاعهم موجوده. يعني عندما يعوض القانون، يعني القانون يعوض بطلقه رصاص او بخنجر، فانها غابه. يعني اصبحنا نعيش في غابه في الجزائر منذ 92، والجزائر لا يحكمها القانون، يحكمها الرصاص والخنجر. هذه الأوامر كانت يعطيها العماري، كان يطبقها الجنرال إبراهيم الشريف، كان يطبقها الجنرال حمانة، وهؤلاء كل كانوا يعملوا تحت قيادة محمد العماري. وإحنا كان حتى في بعض الحالات، يعني كنا حالين لبوست راديو تاعنا في ليزوبيراسيون، والأوامر كانت تأتي على هواء مباشرة، ويأمر الجنرال المستكلف بالعملية في الناحية المعينة بقتل الأسرى. يعني ما تجيبوش، وش تفهم كي يقول لك ما تجيبش ليه حتى أسير، ولا يقول لك هبطوا للواد. يعني كي هبطوا للواد هبطوا، يعني اقتلوا. هذه الأوامر اللي كانت، يعني هي أوامر صارمة وواضحة بالنسبة للقيادة العسكرية. هذا لا شك فيه ولا غبار عليه. المشكل في الجزائر اليوم انهم الناس هذم، وحتى الصحافه وحتى النظام لا يريد حتى التحقيق فيما كان يجري، يعني في القياده هذه، في العمليات العسكريه التي كان يقوم بها محمد العماري من 92 الى يومنا هذا. أنت ذكرت كلمة، قلت الحمد لله أنني تعلمت في المدارس الجزائرية وغير ذلك.
ووقفت أمام العالم الجزائري وقلت بأن يعني كنت، هل كنت تعني الجنرال العماري حينما كنت تقول بأن لم أقف أمام العالم الفرنسي قط؟ انا يا اخي كبعض الضباط مثل المعروفين اليوم في المعارضه ولا حتى في الجزائر، احنا كونتنا المدارس العسكريه الجزائريه، كوننا على حمايه العلم الجزائري وعلى حمايه الوطن الجزائري وعلى حمايه الشعب الجزائري وفي خدمه الشعب الجزائري، خدمه الشعب. هؤلاء الناس هذوما لم يكونوا في خدمه الشعب الجزائري، كانوا يخدمون انفسهم واسيادهم. انا ساقول لك شيء مهم جدا، الفريق محمد العماري مات دون أن يحاسب اليوم، مات دون أن يحاسب اليوم على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية وضد الشعب وضد الوطن. هو سفاح، يعني أكبر سفاح كإسماعيل العماري، كمحمد مدين، كيف هؤلاء الجنرالات اليوم. يعني واحد كيف محمد العماري اللي هرب من الجيش الفرنسي في 61، هم يقولوا هرب، هما اللي يقولوا هرب في 61، التحق بالجيش الوطني بالجيش التحرير الى المغرب في 61 وشارك، وانا نقولها لك ومثبوته، وهو نفسه قالها انه في 58 في 58 شارك في معركه الجزائر تحت قياده الجنرال بيجار والجنرال اوساراس والجنرال ماسيو، يعني لا ديزيام دي بي اللي كانت في الوقت هذاك من 65 الى حتى الى انتهاء حرب الجزائر كان يقود فيها الجنرال ماسيو، كان هو موجود كصف ضابط في الجزائر العاصمه، وكان هو اللي يحارب في المجاهدين ويقتل، وهو اللي يقتل الشهداء، وهو نفسه قالها في جريده لو بوان، قالها نعم، يمكن تكون هي زلة لسان، ولكن هو قالها بأنه شارك في معركة الجزائر. نعم. الضابط حبيب، هل صورة أو دعني أقول سيرة الجنرال محمد العماري بين صفوف الضباط، يعني بين الضباط الذين كنت معهم، كيف كانت بالضبط؟ هل كان كيف كانوا ينظرون إلى هذا الجنرال؟ اخ كريم، احنا العماري ما عرفتوش كيف رايت تتكلم عليه الصحافه اليوم. انا عرفته عن طريق ابنه اللي كان من بين الطلبه الضباط ومن بعد اصبح ضابط معانا، مراد العماري اللي اليوم راهو برتبه عقيد، وكان في بروكسل، في بروكسل في فلوتون، في بروكسل هو بعثوا باباه في 2001 و2002 الى بروكسل. انا نعرفه كي كان الابن تاعو كان معايا في الاكاديميه العسكريه لمختلف الاسلحه بشرشال، ونعرفه باللي انسان طاغي متجبر، وعرفنا ابناء القياده اللي كانت معانا في شرشال، من بينهم جنوحات ولا دراجي ولا هؤلاء كامل ابناء قياده، ووالديهم كلها كانوا في قيادة الجيش. يعني هو إنسان مجرم بأتم معنى الكلمة. الناس اللي ما عرفتوش، ممكن هناك بعض الضباط يقول لك في الجيش الوطني الشعبي اليوم يقول لك بأنه السيد هذا رجل بأتم معنى الكلمة، ولكنه بالنسبة لي أنا والكثير من الضباط في الوقت هذا كنا في الجزائر وإلى يوم هذا نعتبره بأنه مجرم وأنه خان الوطن وخان الشعب يعني أنت ويستحق تتهمه العقاب، بالخيانة العظمى. الخيانة العظمى مثله مثل باقي الجنرالات اللي راهم اليوم شادين قيادة الجيش الوطني الشعبي. نعم. هل برأيك، يعني سؤال أخير، هل برأيك حافظ الجنرال محمد العماري على الجمهورية الجزائرية؟ وين راهي الجمهورية؟ جمهورية 92 اللي كانوا يتغنوا لنا بها الصحافة والاستئصاليين الجزائريين من مدنيين وعسكريين، وأن الناس هذوما اتوا ولا داروا الكو ديتا باش يحافظوا على الجمهوريه. وين راهي الجمهوريه؟ هل الجزائر اليوم جمهوريه؟ هذه ليست جمهوريه، والله هذه ليست جمهوريه، هذه كارثه في الجزائر. هذه عصابه مافيا، تقدر تسميها وش حبيت ولكن ما تسميهاش باللي جمهوريه. هذه جمهوريه نتاع الخونه، نتاع الحركه، نتاع العملاء، عملاء هؤلاء.
يعني كتروح تلقى في منظمة أبناء المجاهدين 50% من الناس هذوما خونة وعملاء وحركة، وتصيب في الجيش الوطني الشعبي 20 إلى 30 إلى 40 ضابط، ضابط سامي في قيادة الأركان تواتي وخالد نزار والعماري وجماعتهم، وتصيبهم اليوم حاكمين قيادة الجيش وحتى القيادة المدنية وحاكمين وينهبوا في خيارات الجزائر. هل هناك حرية تعبير؟ هل هناك قانون؟ هل هناك دولة قانون؟ هل هناك حرية؟ هل هناك يعني إنصاف للضعيف في هذا البلد؟ يعني يمكن يسموها كل شيء، يسموها أي شيء آخر ما عدا أن الاسم جمهورية، لأن الجمهورية معناها كبير بزاف، وهذوما ما يعرفوش وش هي الجمهورية. هؤلاء في 92 عندما قاموا بالانقلاب العسكري كانوا يعرفون ما يصنعون، ولكن الأغبياء الذين تبعوهم مثل المدنيين واللي كان يسمي فيهم خالد نزار والجنرالات، يقول لك باللي الناس هذوما اللي سيفيل هذوما، واحد كيف علي هارون ولا سيد احمد غزالي ولا هذوما اللي تبعوهم في المسيره تاعهم، على انها مسيره ظلاميه، مسيره قتل، قتلوا الشعب ودمروا الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه واسسوا لعصابه. العصابه اليوم راهي تحكم في الجزائر، هذه عصابه، واللي يقول لك مينيستر هو سراق، واللي يقول لك انا جنرال هو راهو كبران، يعني ما كانش، واللي يقول لك رئيس جمهوريه ويكذب عليك، هذه ما كانش منها، اللي يقول لك باللي كاين جمهوريه وكاين رئيس جمهوريه وكاين حكومه وكاين جهاز امن، ما كانش منها. شكرا يعني لك، شكرا لك ضبط حبيب سويدية، أشكرك كذلك على مشاركتك معنا في برنامج منبر الأحرار، عساني أن ألقاك مرة أخرى في فرصة أخرى. كنت أحد من أدلى من أوائل من أدلى بالشهادة أمام أروقة المحاكم حول ما جرى في الجزائر، وألفت كتاب الحرب القذرة، شكرا لك. أعود إلى الأخ محمد العربي زيتوت. الأخ محمد العربي زيتوت، وصلت معك عندما تقلد الجنرال محمد العماري، قائد تقلد منصب قيادة الأركان الجيش الشعبي الوطني من 93 إلى غاية 2004. أعود إلى بعض التفاصيل في سنة 94 إلى غاية 95، حينما أتي بزروال في 94 إلى غير ذلك، وهل كانت فعلا هناك خلافات بين الجنرال محمد العماري و رئيس الجمهورية السابق يمين زروال؟ مرة أخرى تحياتي لك والمشاهدين الكرام. في الحقيقة عين زروال، الجنرال زروال وزير الدفاع، والجنرال زروال كما نعرف كان استقال من منصب قائد القوات البرية ثم سفير في الجزائر في رومانيا في 90، سنة 90 فيما أذكر، ولكن جاءوا به بعد الانقلاب في سنة 93، في جويلية 93. ولماذا جاءوا به؟ لأن الجماعة التي قامت بالانقلاب، تقريبا كل قادة الانقلاب تقريبا كلهم على استثناء واحد اللي هو محمد توفيق، كلهم كانوا كبرانات عند فرنسا، كلهم كانوا ضباط أو ضباط صف عند فرنسا، كلهم قاتلوا الثوار وكلهم قاتلوا الجزائريين من أجل أن تبقى الجزائر فرنسية. فكانوا يعرفوا أنهم لا يستطيعون، وكانوا يعرفوا أن هناك داخل الجيش من يكرههم وهناك من داخل الجيش من يرفضهم رفضا مطلقا، فقالوا أنهم لا يستطيعون أن يتولى واحد منهم لا وزارة الدفاع ولا السلطة. نعرفوا باللي خالد نزار كان وزير الدفاع، ولكن كان تدور حوله نقد شديد جدا حول خالد نزار وحول أنه قائد الانقلاب، وكان هناك توتر شديد داخل الجيش. ذكر لك أخونا حبيب سويدية بعض الأمثلة أنت الضباط الذين قتلوا، ولكن الحقيقة قتل العشرات بل أقول المئات من الذين قتلوا أو سجنوا، وسجن بشار شهير بإلقاء القبض على العسكريين وتعذيبهم داخل سجن بشار، وكثيرين منهم قتلوا تحت التعذيب، وكثيرين عدموا في ساحات السجن. أيضا نعرف أن الذين نجوا من الضباط الشرفاء هم الذين ذهبوا أو بعثوا بهم أن يذهبوا إلى لرتريت أنتيسيبي، إلى التقاعد المبكر، ولكن كثيرين منهم بعثوهم إلى أماكن الموت وقتلوهم مباشرة أو بطريق غير مباشر، لأن كان هناك نوع من القتال مع بعض الجماعات. إذا جاءوا بزروال لأنه زروال حقيقة كان
من ضباط الجيش الثورة أو من ضباط الثورة من الزوفيسي دلايلين كما كانوا يسمى، وسلم وزارة الدفاع. ولكن عندما سلم وزارة الدفاع سحبت المهام الحقيقية لوزير الدفاع وعطيت لقائد الأركان الذي كان آنذاك محمد العماري. والغريب في الأمر أنه بعد هذا حدث في جويلية 93، بعدها أي بعدها بسنة في 94 عين محمد العماري ليس فقط قائد للأركان بصلاحيات وزير الدفاع الحقيقية، ولكن رقي إلى أعلى رتبة داخل الجيش الجزائري وهي رتبة فريق جنرال دارمي. أي أن محمد العماري الذي كان عقيد في 88-89 وربما أصبح جنرال كان لي يقول 90 وكان لي يقول 92، مهما كان حتى لو افترضنا أنه أصبح جنرال في سنة 90 أي عميد، أصبح جنرال ماجور ثم أصبح جنرال دارمي، ثلاث رتب في أقل من 5 سنوات. هذه لا تحدث في أي مكان في العالم، لا تحدث ثلاث رتب عليا ثم يصبح أعلى رتبة وهي رتبة فريق سنة 94. وأتذكر جيدا كان في 94 كان معي ضابط برتبة رائد، وكان أنا ذاك عينا قنصل في سبها في ليبيا، وكنت أنا يومها دبلوماسي في السفر الجزائري بليبيا، وكنا نتعشى مع بعض ليلة 31 أكتوبر، وكان قد عينا 1 نوفمبر، وكان قد عينا محمد العماري فريقا أنا ذاك. كان يريد أن يبكي، قال لا يعقل أن خائن وكبران عند فرنسا وقاتل لإخوانه ومن شارك في معركة الجزائر ضد علي لابوينت وضد حسيبة بن علي وضد آخرين وضد العربي بن مهيدي أن يصبح هو قائد الجيش الجزائري. قال لي أي زمن نحن نعيش؟ كان يريد أن ينفجر. كان أحد الضباط الشرفاء داخل الجيش، طبعا أعطاه رتبة قنصل حتى يبعدوه عن الجيش هو أيضا، وكذلك حدث مع كثيرين من شرفاء الجيش. ولكن نحن نعرف أن في الجيش لا زال هناك شرفاء، وفي المخابرات لا زال هناك شرفاء، لأن هذا كان بالمناسبة كان ضابط داخل الجيش داخل المخابرات بالضبط، واسمه محمد لكن نسيت الاسم كاملا فقط تذكيرا لموقف هذا الرجل الشهم. إذن بعد أن أصبح أكبر قائد للجيش، أصبح قائد الجيش وأكبر رتبة داخل الجيش، أصبح يتصرف الحاكم بأمره. طبعا لم يكن لوحده، كان دائما هناك جنرالات آخرين. نحن لا نقول أن محمد العماري هو كان رمز الوحشية، رمز البربرية، رمز القتل، رمز الدماء. كانت صورته هي التي تظهر في هذه، وكان هو يحب أن يظهر بتلك الصورة، وظل كذلك إلى غاية أن ظل هناك ضغط على الجنرال زروال والذي كان أصبح رئيس بعد 95 كما قالوا في الانتخابات، وكان هو وتوفيق واسماعيل العماري وآخرين قادوا أيضا حملة قذرة جدا ضد زروال وكانت فيها مجازر، إلى غاية أن يضطر الجنرال أو الرئيس زروال يضطر إلى الاستقالة في سبتمبر 98 ويدعى إلى انتخابات مبكرة. سمعت أنه هل صحيح كان سيحدث انقلاب، كان يريد انقلاب على جنرال زروال أو الرئيس زروال آنذاك، وتدخلت أمريكا؟ تدخلت أمريكا نعم آنذاك، شهيرة عندما جاءت مادلين أولبرايت وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، وصرحت في منتصف 98 أو في بداية 98 لا أذكر جيدا، قالت لن نقبل بانقلاب آخر، وقالت أن أمريكا تدعم الرئيس زروال، وكان هذا خطاب واضح لمن كانوا يفكرون في انقلاب مباشر. كانت الولايات المتحدة تقول لهم لن نقبل بانقلاب آخر، نحن ندعمكم، نحن نعطيكم ما تريدون في حدود معينة، ولكننا نريد نوع من استقرار. البترول لا نريد أن تلعبوا بالبترول كثيرا، لأن انقلاب آخر سيظهر الجزائر في شكل، ثم أنتم تحكمون وهذا جنرال منكم في آخر المطاف، حاولوا أن تتفقوا معه. لكن ظل الصراع قائم ما بين المخابرات اللي كان يقودها توفيق اسماعيل العماري من جهة، ومعهم محمد العماري قائد الأركان وفضيل شريف وباي وآخرين من كبار الاستئصاليين من جهة أيضا، وزروال وبتشين من جهة أخرى. أي أن الأركان والمخابرات كان متحالفين ضد زروال، إلى غاية أن رمى المنشفة زروال وغادر الرئاسة عمليا في سبتمبر 92 ورسميا في أبريل 99، ليؤتى فيما بعد ببوتفليقة وتبدأ مرحلة جديدة. هو كان من أولئك الناس الذين أتوا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة أم كان ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟
لا طبعا كان الذين قرروا بالاتيان بالبوتفليقه كانوا مجموعه جنرالات، وكان هو منهم، وكان هو انذاك هو من بين اقوى الجنرالات ان لم يكن هو الاقوى، لان نعرف ان الدبابات كانت في الشارع، وهناك احيانا من يسال يقول من هو الاقوى، وهذا جاءني السؤال انا عده مرات، من كان الاقوى في تلك الفتره؟ هل هو الجنرال توفيق قائد المخابرات ومعه اسماعيل العماري ومن معه من المخابرات، ام قائد اركان ومن معه من الجنرال؟ في الواقع الذي كان اقوى هو الذي كان له الدبابات في الشارع، في الشوارع، وهو الذي كانت له القوات الخاصه تتبعه، وهذا كان قائد الاركان. ولكن وهو وافق على بوتفليقه، وهو ايضا من الذين فرضوه او اقتنعوا به على الاقل عندما اقنعهم العربي بالخير بالاتيان ببوتفليقه حتى ينجيهم من امكانيات، وكانت انا هنا انا ذات ضغوط شديده داخليه وخارجيه لقام التحقيق، لان الغريب في الامر انهم لم يحققوا فيما حدث، لم تقم تحقيقات لا في المجازر ولا في القتل ولا في الانقلاب ولا في اي ولا في حتى التحقيقات السفيهه التي تمت مثلا في قضيه بوضياف، نسبت لشخص وهو الذين قالوا انهم قتلوه بمعرفي، بينما معلوم ان بوضياف قتله الجنرالات الذين لم يستطيعوا تدجينه، لم يستطيعوا اخضاعه. جيد الاخ محمد العربي، دعنا نتحدث عن يعني كان هو كان من الذين اتوا برئيس عبد العزيز بوتفليقه، بعد ذلك ما الذي حدث بالضبط؟ يعني صار خلاف بينه وبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقه في 2004، حدثنا عن موضوع ترشيحه لبن فليس. نعم، هو في الواقع الامر بدا الخلاف قبل ذلك، الخلاف بدا في 2001. نعرف ان انذاك اولا كانت قضيه الخليفه بدات، وكان بدا الموضوع الخليفه وكانه يظهر في الافق، وطبعا هو متورط في قضيه الخليفه تورط شديد، مثل ما هو اخوه اخ احد اخوه بوتفليقه متورط في قضيه الخليفه، بل اخوين اثنين. وكان بوتفليقه كان يريد ان والتوفيق معه اي المخابرات والرئاسه كانت تريد ان تظهر للعالم ان الامور تغيرت الى حد ما، فبدات وطبعا نعرف ان الجماعات فيهم من استسلم ومنهم وفيهم من اعيد الى السكنه وفيهم من كل واحد على طريقته، فبدات الامور تهدى الى حد ما، وبدا هو لم يفهم، محمد العماري لم يفهم ان العالم بدا يتغير وان التوفيق والمخابرات وبوتفليقه تريد ان تظهر صوره الجزائر الهادئه السلميه المصالحه الوئام، كل تلك الخطابات الفارغه التي ملأوا بها وكذبوا بها على الشعب. هو بقي يريد أن يحافظ على سلطة قيادة الأركان، وهنا نتذكر جيدا الخطاب لا كونفيرونس دو بريس التي قام الحوار بها الصحفي، نعم ندوة صحفية التي قام بها أعتقد في 10 جويلية 2002 إذا كانت ذاكرتي جيدة، لكن أنا أتذكر أنها كانت في تلك الحدود 9 و10 جويلية، وهاجم فيها بوتفليقة بقوة، هاجم سياساته، هاجم الشخص، هاجم كل شيء، وقال واعترف اننا نعم نحن تدخلنا وكنا كان الجيش يتدخل في السياسه الى غايه 99، لكننا الان لا نتدخل، وقال ان بوتفليقه يريد اعاده الاصوليه بالرغم اننا هزمناها عسكريا ولكنها بوليتيكمون كما قال ما زالت ايديولوجيكمون ما زالت موجوده، وكان حاضر هذا الندوه الصحفيه، كان حاضرها قايد صالح واخرين من كبار جنرالات الاستئصال وكبار الكبرانات اللي كانوا في فرنسا. كان هجوم قوي جدا. منذ ذلك الحين بدأت معركة كسر العظام بين ثلاث أقطاب، بوتفليقة مع التوفيق أي المخابرات مع الرئاسة، وقيادة الأركان مما فيها من جنرالات من جهة، ونعرف أنه هو دعم بن فليس بقوة، أحمد بن فليس، ولكي يكون رئيس، واعتقد أنه ما زال يملك السلطة، بينما نعرف الهزيمة المدوية ونعرف ان المخابرات والاداره اعطت لبوتفليقه 85%، واعطت لبن فليس فيما اذكر انذاك 6% او 5% من الاصوات، وهذه كانت بالنسبه له خيانه، اعتبرها ان التوفيق قد خانوا وان جنات المخابرات قد خانوه وانهم تحالفوا مع بوتفليقه ضده، وبالتالي ظل كذلك، وكانوا يقولون انه استقال، ما استقال صيف 2004، الى غايه ان وزيره الدفاع انطوان انيماري انذاك جاءت وحاولت ان تصلح ما بين محمد العماري، كان صديق طبعا لفرنسا وكان صديق للامريكيين ايضا بالمناسبه، هو الذي ادخل الحلف الاطلسي الى الجزائر، وكان يذهب الى فرانكفورت والى بريكسل بشكل دوري، بل عين ابنه دبلوماسي ومستشار
في سفارة الجزائر في بريكسل، وهو الذي كان 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 اصلا ضابط ابنه، يعني ابن محمد العماري. اذا تدخلت فرنسا لاصلاح الوضع وارسلت وزير الدفاع، لكن استمر الخلاف واقيل العماري بالرغم انهم قالوا استقال، لكن في الجريده الرسميه اللي صدرت في اوت 2004 قالت انه تمت تنحيه ولايه ديمي دي سي فونكسيون، هكذا عبر عنها فيما اذكر في الجريده الرسميه، تم تنحيته. وطبعا لما الواحد يقال ليس كمن يذهب الى التقاعد، ومنذ ذلك الحين اصبح يتجول ما بين دول الخليج وخاصه في قطر. يعتقد ان قطر كانت تعطيه صالير، كانت تعطيه راتب، وكان يذهب هناك بشكل دائم، وايضا كان لديه تجاره في تونيك، مصنع تونيك للورق، كلف الدوله الجزائريه 500 مليون دولار، والان هذا المصنع تقريبا في مهب الريح، وايضا في شركه تسمى SLC فيما اذكر، وفي اشياء اخرى. هناك ايضا من يقول ان لديه كثير من الاملاك في الخارج، انا لا اعرف اذا كانت لديه املاك في الخارج، لكن لا استبعد ذلك. هناك قائمه الان وضعت الاملاك للفنادق التي يملكها في الخارج وفي جهات متعددة، لأن لا أعرف حقيقة الخارج، لكن ما أعرفه أنه بالفعل كان يغرف غرف من الخزينة، وأنه تونيك كان هو وراءها أساسا، وأن SLC كان هو وراءها، وشركة أخرى بأسماء وهمية مباشرة وغير مباشرة. نهبوا أموال الدولة، قتلوا الشعب. أخ محمد عربي، الجزائر لم ينقذ جمهورية ولم أدوا بنا إلى الدمار. نعم. أخ محمد العربي، العجيب من العجائب، يعني حينما كنت أعد في الحصة وجدت كلمة قالها المجرم الجنرال جاك ماسيو سنة 1971 في تسجيل تلفزيوني، يذكر فيه بأنه يعني أنكر، كأنه ذكر اللفظة على أساس أنه لم نكن نستعمل التعذيب، لأنه كان الاستنطاق سريع، وكان المجاهدين سرعان ما ينطقون ويعترفون ويدون بالاعترافات. نفس الكلمة وجدتها في جريدة لوبوان حينما سئل الجنرال محمد العماري، قيل له هل تؤيدون التعذيب؟ فالجنرال محمد العماري يقول أنا ضد أسلوب التعذيب، لقد عانى جيلنا من ذلك، شخصيا عايشت معركة الجزائر ولم أحبذ في كل الأحوال أن ألجأ إلى استعمال تلك الأساليب. لا أقول بأن التعذيب لم يمارس، فيعترف بأن هناك تعذيب فعلا، لكن في كل مرة حدث ذلك قمنا بفتح تحقيق. ثم ما الداعي إلى التعذيب والإرهابيون ينطلقون في البكاء خلال نصف ساعة من الاستنطاق مصرحين بأننا أخطأنا؟ يعني المصادفة العجيب أن استعمل نفس اللفظة التي استعملها الجنرال جاك ماسيو، ما تعليقك على هذا؟ تعليقي أن ذلك المجرم من هذا المجرم، وهذا المجرم من ذلك المجرم، وحاشا لكبار مجاهدي ثورة التحرير أن يكونوا كما قال عنهم ماسو، وحاشا للجزائريين الأبرياء الذين أكثر منهم لم يكن لهم حتى أي علاقة بالعمل المسلح أن يكونوا كذلك. ربما هناك من يخاف والخوف من التعذيب، شاليمول والشينيولو، هذه طبعا تخيف الناس، ولكن مجاهدي ثورة التحرير والجزائريين عموما لهم بطولات ولهم شهامات، ولو كان ذلك كما قال ماسو لما خرج فرنسا دليلا. هذا المجرم من ذاك المجرم، وكذلك تناقلوا نفس الكلمات وتناقلوا نفس الحروف، بل إن جنرالات الانقلاب نفذوا نفس السياسات، والله هناك قوانين أصدروها لم يغيروا فيها إلا العناوين ولم يغيروا فيها إلا التواريخ. وهناك شخص كتب كتاب مرة وأخذ القوانين الفرنسية أيام الاستعمار وقوانين الاستثنائية بعد الانقلاب وقارنها، ولم يكن هناك إلا فروقات شكلية بسيطة جدا، في الغالب ما كانت تعني الأسماء أو تعني التواريخ، الكل نقل نفسها. بل أن كانت مقولة أخرى لجنرال يسمى كان يقود الحرب القذرة في منطقة الأخضرية، أتذكر الآن اسمه وأذكره لك، قدور، لا أذكر الاسم كاملا، لا أتذكر الاسم كاملا، كان يقول للضباط، وأعتقد أن الحبيب السويدي كان يشتغل في تلك الفترة في هذه تلك المنطقة، كان يقول لهم اقتلوهم اتركوهم في الشوارع. وبالفعل نحن شاهدنا، وهناك جزائريين يعرفون، لأن هذه الأحداث حدثت قبل 15 و12 سنة، ليست بعيدة، و10 سنوات و14 سنة و17 سنة، يعني كثيرين ما زال يتذكرون هذا الحدث. كان كثيرين، أتذكر يوم في مدينة لغواط، وكنت يومها راجع في عطلة في 94، قتلوا مجموعة من الشباب، وقتلوا أحد الشباب قائد هذه المجموعة، ووضعوه أمام
اللي كان يبيع الخضار في رحبه الزيتون، مسمى رحبه الزيتون او ساحه الزيتون في الاغواط، وضعوه امامه وقالوا له تجي يوميا تبيع الخضار وابنه مقطوع الراس وامامه لمده 5 ايام، وقالوا له لو كانت تغيب نهار نقتلوا في الاولاد الاخرين. الاخ محمد العربي، الاخ محمد العربي الان في عجاله لانه الوقت ادركنا في الحصه، اود فقط ان انقل لك بعض اقوال الصحافه، بعض صحافه من تساند الجنرال لا ادري، تقول او تصريح، وهذا الصحافه نقلتها عن تصريح للناطق الرسمي لحزب الارندي السيد ميلود شرفي، قال بان عائله التجمع الوطني الديمقراطي وعلى راسها السيد الامين العام احمد ويحيى تلقت ببالغ من الاسى والحزن نبأ وفاه الاخ والمجاهد، يعني اضع خط تحت كلمه مجاهد، الاخ والمجاهد الفريق محمد العماري الذي نذر كل حياته لخدمه الوطن والشعب. ما تعليقك على هذا؟ مجاهد في خاوته، كان يجاهد في خاوته في الثوره، وكان يجاهد بعدين في الشباب الجزائري بعد الانقلاب، هذا هو الجهاد نتاعه. هو في 58 حتى ما ذكر السيد حبيب سويديه يقول بانه شارك في حرب الجزائر لبطاي دالجي، كيف شارك الاخ محمد العربي زيتوت؟ شارك في لبطاي دالجي، كان مع علي طارا، كان مع علي طارا، ويعتقد انه غير كان تحت امره بيجار وتحت امره ماسي، كان ضابط صغير، كان كبران، ويعتقد انه ربما كان حتى مع الكابتن بول ليجي المعروف في قضيه لابلويت، يعني هذا هو يعترف انه شارك في معركه الجزائر في لبطاي دالجي ضد الجزائريين. هذا قتل الجزائريين في الخمسينات في الثورة، وقتلهم في التسعينات بعد الانقلاب، هو من أمثاله، ليه هو ما هو إلا مثال في الحقيقة للوحشية. ولذلك نعم للأرندي ولبعض الصحافة ولبعض السياسيين أو أشباه السياسيين في الجزائر أن يذهبوا للتعزية نعم لماذا؟ لأنه صنعهم، لأنهم لم يكونوا ليكونوا شيء، لأن الجزائريين لم يكونوا يريدوهم. من هو الأرندي؟ الأرندي صنع 97 وفاز الانتخابات 97 90، ولذلك من حقهم أن يبكوا على صانعهم وصانع أمجادهم الكاذبة وصانع والذي أعطاهم مناصب. أنا أريد أن أضيف شيء إذا سمحت، لأني بس سمعت بعض البسطاء أحيانا أو بعض المجرمين في نفس الوقت يقولون لا هذا مات، ومن مات تذكر محاسن موتاكم، ومن مات لا نذكره، وكذب هؤلاء. ليس هذا هو الإسلام، وإلا لا نذكر أي ميت، وإلا لن يكون هناك تاريخ، وإلا لن نقول ماذا فعل من، وهكذا زوروا تاريخ الجزائر من قبل، ويريدون أن يستمروا في التزوير. نحن نقول نحن لا ندخل الناس إلى النار أو الجنة، الله هو الذي يدخل الناس إلى النار أو الجنة، ولا ندري ماذا يفعل بنا ولا ماذا يفعل به، ولكن نرجو رحمة ربنا ونعمل خيرا قدر ما استطعنا. لكن هذا بشهادة الناس وبشهادة الجزائريين في الغالبية العظمى منهم، هذا ذبح الجزائريين، هذا دهدم الجزائر، هذا كسر الوطن، هذا خرب الاقتصاد، هذا نهب الأموال، هو ومن معه من الجنرالات. الجيش الجزائري فيه رجال بما فيهم بعض الجنرالات، فيه أشراف بما فيهم بعض كبار الضباط، لكن هؤلاء أساءوا لشرف الجيش، أساءوا لشرف الجزائر. أصبحت جزائر الثورة هي جزائر المجازر، أصبحت جزائر اللي كانت تضرب بها المثل أصبحت هي عبارة عن الآن شباب يهرب في الجمهورية لينقذوها، شباب يهرب إما للجبل أو يهرب في البحر ويموت أو ينتحر أو يحرق نفسه، أو هاي الجزائر اللي ينقذوها. لم ينقذوا شيء، حطموا كل شيء، حطموا أحلام الجزائريين، حتى مش فيه شباب جزائريين أحلامهم أمنياتهم، كثير منهم لا يجد كيف يتزوج، كثير منهم لا يجد عمل، كثير منهم طبعا هناك المستفيدين، وهؤلاء سيسبحون دائما بالعماري وبالنزار وبمحمد سواتي وببوتفليقة، سيسبحون بهم لأنهم استفادوا، وهناك في الحروب دائما من يستفيد، وهؤلاء هم القلة، لكن الجزائريين والأشراف وهم الأكثرية الغالبة سيذكرون هؤلاء أنهم أجرموا وأنهم حطموا أمال الجزائريين، وسنقول لهم نعم ربما قد نجوتم من عدالة الناس، ولكن ما لا تنجو منه لا نحن ولا أنتم هي عدالة الله المطلقة الذي لا يظلم عنده أحد، ونحن في تلك العدالة نعتقد بعمق كبير أن الله سينصف كل مظلوم وسينصف كل محقور وسينصف كل من قتل ظلما أو عذب ظلما أو سرقت أمواله ظلما أو هجر ظلما، وسينتقم من الظالمين
لسنا نحن الذي نقول هذا، وإنما آيات الله في كتابه العزيز تقول ذلك وتذكر أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وأن هدم الكعبة عند الله أقل، لنذكر بعض الناس ربما البسطاء، إن هدم الكعبة عند الله أقل من قتل امرئ مسلم بريء. هكذا يعلمنا الدين الحقيقي، وليس أفيون شعوب أو الدين الذي يصبح أفيون ويحب أن ينشره بين الناس عندما يقولون لا تذكرون ولا تذكرون موتاكم ولا تذكرون موتاكم، هذا ليس له محاسن، ولم يكن مدير مدرسة ولم يكن أستاذ في مؤسسة أو في جامعة أو تاجر أو فلاح، هذا استولى بطريق غير شرعي هو ومن معه من كبار جنرالات المجرمين على مقاليد البلاد وعلى الدولة وعلى الوطن، ودمروا جزائر الثورة والثوار. شكرا لك الأخ محمد العربي زيتوت على مشاركتك، أحد مؤسسي حركة رشاد، كما لا يسعني كذلك في ختام هذه الحصة أن أشكر كذلك الضابط حبيب السويدي على مشاركته معنا. أشكر كل من تتبعنا في آخر هذا الحصة. أود فقط أن أذكر بأننا قمنا باتصال بوزارة الدفاع على أساس أن نعرض وجهة نظر أخرى ممكن تكون ضد أو عكس هذه الوجهة التي وجهة النظر التي عرضناها عليكم، لكن ألححنا عليهم لكي نحاول أن نتصل بشخص ما في وزارة الدفاع، لكنهم قالوا بأن المحافظة السياسية غير موجودة الآن، من يشتغل في المحافظة السياسية غير موجود الآن. نقول أن حق الرد مكفول لكل من يمثل وزارة الدفاع في الجزائر، حق الرد كذلك مكفول لعائلة الجنرال محمد العماري عبر هذا المنبر. الرجل أفضى إلى ربه بما قدم، لكن التاريخ يكتب ويسجل ولا يرحم. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.